أعلن وزير الآثار خالد العناني تفاصيل الكشف الأثري بمنطقة تون الجبل بمحافظة المنيا. أوضح العناني أن الاكتشاف الأثري الجديد يتضمن مقبرة بجبانة كبيرة، مشيرا إلى أن المقبرة اكتشفت أو المكتشفة حاليا تمثل جزءا ضئيلا من الموجود في الجبانة. وشدد العناني على أهمية هذا الاكتشاف الأثري. من محافظة المنيا وتحديدا منطقة تون الجبل، توصلت بعثة كلية الآثار بجامعة القاهرة إلى اكتشاف أثري. وخلال مؤتمر صحفي قال رئيس الجامعة جابر نصار إن الاكتشاف غير مسبوق، مشيرا إلى أنه عبارة عن مقبرة ضخمة تتبع طراز الكاتاكومب، وهي المقابر المنحوتة في الأرض أو الصخر التي أحيانا ما تكون متعددة الطوابق وتتضمن آبار وحجرات ودهاليز متعددة. نصار أضاف أيضا أن بعثة حفائر كلية الآثار كشفت بداخل المقبرة عن معالم أثرية مهمة، منها 12 مومياء سليمة كاملة، فضلا عن بقايا مومياوات وعظام كثيرة، بالإضافة إلى التحف المنقولة من الفخار وغيره. من جهته قال وزير الآثار خالد العناني خلال مؤتمر أنه رغب في مشاركة الجميع بكل ما هو جديد في عالم الآثار، مؤكدا أن الآثار هي القوة الناعمة التي تميز مصر وتتفرد بها، مشيرا إلى أن العام الحالي يشهد وفرة في الاكتشافات الآثرية. البعثة اشتغلت على مدار أشهر ولقت بير ثم اتنين ثم تلاتة ثم أربعة. الكشف مرحلته الحالية هو كشف مهم للتقدم العلم، مهم للباحثين، مهم للفت الانتباه إلى مصر. فبراير، مارس، أبريل، النهاردة احنا بنتكلم كل بضعة أيام اكتشاف بحجم كبير. فالحمد لله، وكأنها رسالة من أجدادنا إنهم بيمدوا لينا يد العون لعودة السياحة لمصر مرة تانية. وفي إبريل الماضي أعلن وزير الآثار عن اكتشاف أثري جديد أضيف إلى الكنوز الأثرية المصرية، ويعود إلى مقبرة فرعونية جديدة في منطقة درع أبو النجا في البر الغربي بالأقصر. وفي مارس، وبعد موجة من الجدل بين أوساط الأثريين والمتخصصين، رفع الستار عن الغموض الذي لفى الاكتشاف الأثري بمنطقة المطرية، حيث تكهن الأثريون في بادي الأمر إلى أن التمثال يعود إلى الملك رمسيس الثاني، إلا أن وزير الآثار فجر المفاجأة ليعلن أن التمثال المكتشف يعود إلى الملك بسمتك الأول مؤسس الأسرة السادسة والعشرين. مرة أخرى لمزيد من المتابعة تنضم إلينا مراسلة أونلايف من منطقة تون الجبل بمحافظة المنيا سالم. سالي، أهلا بك مرة أخرى. يعني هل عمليات الحفر والتنقيب ما زالت مستمرة حتى الآن؟ أهلا بك شيماء. بالفعل متواجدون منذ صباح اليوم في منطقة تونة الجبل بمحافظة المنيا، حيث تم الاكتشاف والإعلان عن هذا الاكتشاف الغير مسبوق الأثري. هذا الاكتشاف لمقبرة من طراز كاتاكومب. هذه المقبرة التي تتضمن ما يقرب من 18 مومياء كاملة وسليمة، إضافة إلى 12 مومياء تحتاج إلى الترميم. هذه المقبرة التي تتكون من دهاليز عديدة، كل غرفة من هذه الدهاليز بها العديد من المومياوات التي سيستمر العمل بها فترات قادمة للتنقيب ومزيد من الاكتشافات لهذه المقبرة. هذه المقبرة هي البداية لأول جبانة آدمية في هذه المنطقة، بعد الجبانة التي تخص الحيوانات والطيور التي تم اكتشافها في الفترة ما بين 1931 إلى عام 1950، والتي قادها الراحل الدكتور سامي جبرة. ذكر لنا وزير الآثار وأيضا رئيس البعثة المصرية الخاصة بكلية الآثار المتعاونة مع جامعة ميونخ الألمانية أنه سيستمر الحفر في هذه الأماكن للمزيد من الاكتشافات، ولكن حتى الآن سيتم فرض حراسة مشددة على هذه المومياوات لحين الاكتشاف الآخر لباقي الدهاليز والسراديب المتعلقة بهذه المقبرة والمزيد من الاكتشافات الخاصة بهذه المنطقة، منطقة تونة الجبل. ثم بعد
بعد ذلك يتم دراسة هذه المومياوات والتعرف على آلية والعصور التي ترجع إليها هذه المومياوات. ولكن ذكر لنا رئيس البحث في لقاء خاص لأون لايف أن هذه المومياوات من المرجح أن تكون إلى العصور القديمة وهي أسر غنية، ولكن أعمال السرقة والنهب التي تعرضت لها هذه المناطق في الفترة السابقة بالطبع تم الاستيلاء على الكثير من الكنوز المتعلقة بهذه المقبرة، ولكن تم العثور على بعض الأواني والسراديب المتواجدة في هذه المنطقة التي تحتوي على أواني فخارية وأقنعة ذهبية تعود إلى هذه الأسرة. سيستمر البحث في هذه المنطقة على مراحل متعددة، سيتم ترتيبها وفقا لآلية وزارة الآثار، ولكن حتى الآن سيتم فرض حراسة مشددة لهذه المنطقة، وستكون بالطبع وفقا لما قاله لنا الدكتور جابر نصار أنه سيكون هناك طلب لوزارة الآثار لفرض هذه المنطقة لتكون مزارا سياحيا بعد الانتهاء من هذا العمل. طيب بالطبع كان هناك سفراء للدول الأجنبية. نعم، فيما يخص الاثنتي عشرة مومياء التي تحتاج إلى الترميم، هل تم نقلهم إلى الأماكن المخصصة لترميمهم أم كيف يكون الوضع بشأنهم؟ هذا السؤال الذي طرحناه على وزير الآثار الدكتور خالد العناني، وذكر لنا أنه لن يتم نقل أي من هذه المومياوات لحين الانتهاء من الحفر في الغرف والدهاليز والسراديب العديدة المتواجدة تحت هذه الأنفاق والتي يتم الاكتشاف واحدة تلو الأخرى. لن يتم نقل أي من هذه المومياوات سواء السليمة أو التي تحتاج إلى بعض الترميم، سيتم الاحتفاظ بها وفرض حراسة مشددة لحين الانتهاء من أعمال الحفر، ولم يتم تحديد جدول زمني لأنه تم ذكر أن ما تم اكتشافه حتى الآن هو ما يقرب من 10% من هذه المنطقة، وسيتم فيما بعد التحقق من كافة هذه المناطق والعثور على المزيد من المومياوات. نعم، التي ترجع إلى العصور القديمة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك مراسلة أونلايف، كنت معنا من محافظة المنيا تحديدا من تونة الجبل سالم لمتابعة تفاصيل الاكتشاف الأثري اليوم. شكرا لك.